بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقل رب زدني علما. نواصل تصميم الأعمدة المحملة محوريا، ونتعرف اليوم على الأعمدة المحملة محوريا عزم أحادي، ولكن الشد هو المتحكم. الشد هو المتحكم، وأن الشد هو المتحكم يعني أن تأثير العزوم الناتج عن لا مركزية الحمل المحوري على العمود أكبر من تأثير الحمل المحوري نفسه على العمود. إذا تأثير العزم أكبر من تأثير الحمل المحوري. هذه الحالة تسمى حالة الحمل المحوري عزم أحادي، أي أنه في اتجاه واحد والشد هو المتحكم. طبعا تصميم الأعمدة المغلقة توجد ثلاث حالات: الطريقة الأولى وطريقة ثانية وطريقة ثالثة. الطريقة الأولى طبعا نتعرف متى يكون المقطع الشد هو المتحكم، حتى نفرق ما بين الحالات الثلاث. لدينا ثلاث حالات تحميل: حمل محوري الاي اصغر من الاي مينيموم، حمل محوري ضغط متحكم الاي اكبر من الاي مينيموم لكنها اصغر من الدي على 2، ثلاثة حمل محوري الشد هو المتحكم الاي اكبر من الدي او الاي داش اكبر من 1.5 الدي. إذن الحالة معانا الآن الشد المتحكم أي أن الإي أكبر من الدي أو الإي داش أكبر من 1.5 الدي. تكون قيمة التخفيض طبعا 0.7 إذا كانت قوة الضغط المحورية القصوى البيو أكبر من أو تساوي 0.1 إف سي داش في أجروز، إف سي داش في أجروز. أما إذا كانت القيمة البيو أصغر من 0.1 إف سي داش في الجروز تتزايد قيمة معامل التخفيض، تتزايد قيمة معامل التخفيض من 0.7 إلى 0.9، لأن العمود تنتقل أثر الأحمال من أحمال محورية إلى عزوم. فإذا وصل إلى 9 هذا يعني أن العمود يصمم على أنه جسر. إذن بتناقص قوة الضغط المحورية القصوى إلى الصفر وفق الشرطين التاليين، إذا تتغير هذه القيمة تغير هذه القيمة وفق الشروط التالية: أولا الأفواي لا تقل أبدا، لا تزيد إطلاقا عن 420، إذا الأفواي أصغر من تساوي 420. الشرط الثاني أن الإتش ناقصا الدي داش ناقصا الدي إس على إتش أكبر من 0.7، هذه هي نفسها 0.7. طبعا توجد قيمة معامل التخفيض الجديد من العلاقة. بعد كده نوجد معامل التخفيض الفاي، نوجد الفاي مع تغير القيم من 0.7 إلى 0.9. كيف نحسب؟ نحسبها من هذه المعادلة أن الفاي تساوي 0.9 ناقصا 2 في بي إن على A جروس في F C داش، ويجب أن تكون أكبر من أو تساوي 0.7. إذن هذا هو إذا كانت البيو أصغر من 0.1 F C داش في A جروس، لكان الحمل المحوري صغير، بمعنى صغير فإن تأثير العزوم تكبر وبالتالي تتغير قيمة الفاي وفقا لهذه المعادلة. إذن هذا الشرط الأول. ندخل نتعرف على طرق التصميم، نتعرف على طرق التصميم. طبعا التصميم بالطريقة الأولى له حالتين، له عدة حالات. تصميم بالطريقة له عدة حالات. أننا نصمم العمود على أنه جسر مزدوج التسليح، جسر مزدوج التسليح، ونبحث عن الرو ماكسيموم والرو والآريو ماكسيموم وما إلى ذلك. إذن الحالة الأولى تسليح الجسور، لو تذكر تسليح الجسور التسليح المزدوج. الحالة الأولى تسليح الشد الحديد المتولد في جانب شد العمود لم يتجاوز نسبة التسليح القصوى. عندما نحسب التسليح اتضح نتج أن التسليح الرو أصغر من الرو ماكسيموم، الرو أصغر. في هذه الحالة الإي إس حديد التسليح المطلوب يساوي الام ام داش على اف واي في دي ناقصا اي على 2 ناقصا، اذا هذا تاثير العزم، هنا تاثير العزم ناقصا تاثير الحمل المحوري على العمود ناقصا البي ان على الاف واي. بهذه الطريقه نحسب حديد التسليح. الام ام داش طبعا البي ان معروفه، الاف واي الدي الاس هي المطلوبه، الام ام داش تساوي البي ان في الاي داش، والاي داش تساوي الاي زائد الدي ناقصا الاتش على 2. الاي داش هي المسافه من مكان
تسليط الحمل المحوري من نقطة تأثير الحمل المحوري إلى مركز حديد الشد في المقطع. إذن هذه الحالة، في هذه الحالة يجب أن نتحقق الشرط التالي، أن هذه القيمة، هذه القيمة التصميمية أقل من الرو ماكسيموم في بي في دي، وهو الشرط الأساسي. تسليح الشد لم يتجاوز نسبة التسليح القصوى، هذه نسبة التسليح القصوى، إذن هذا الشرط يجب أن يتحقق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا تعدى حديد الشد أكبر من الرو ماكسيموم، أي أن الرو في حديد الشد أصبحت أكبر من الرو ماكسيموم، يعني أن تجاوز الرو ماكسيموم، أي أن هذه القيمة الام ام داش على الاف واي في دي ناقص اثنين على اثنين أكبر من الرو ماكسيموم في بي في دي. الرو ماكسيموم في بي في دي هو أقصى حديد تسليح مسموح في منطقة الشد، لو تذكرون أقصى حديد مسموح في منطقة الشد من التسليح المزدوج في خرسانة واحد. في هذه الحالة يجب تزويد المقطع بحديد ضغط الـ AS داش، أي أن الـ AS يصبح يساوي MN داش ناقصا MN واحد على FY في D ناقصا D داش. الـ MN واحد تساوي أقصى عزم يتحمله المقطع الرو ماكسيموم في B في D تربيع في FY في D ناقصا A على 2. وعليه أن حديد السد سوف يكون، هذا السد المتوسط سوف يكون رو ماكسيموم في بي في دي أقصى نسبة حديد التسليح ناقصا البي ان على الاف واي زائدا الاي اس داش زائدا الاي اس داش. إذن هذا ستكون، هذا هو حديد التسليح الكلية. وبما أن العزومة الناتجة عن الزلازل في حالة الزلازل والرياح تكون انعكاسية، أي أنها تتولد في حالة حركة الأعمدة باتجاه معين، عندما يكون الزلزال في اتجاه معين تعمل الحديد في إحدى جوانب العمود، وعند الارتداد يعمل الحديد في الجانب الآخر. لذلك فإن الحديد يجب أن يكون تناظري، يجب أن يكون الحديد تناظري في حالة في الأعمدة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تعتمد تصمم العمود على انه كاميرا، على انه جسر، على انه بيم مع الارض باعتبار قيمه الفاي، تغيير قيمه فاي. هذه لها خطوات معينه. الخطوه الاولى نوجد الازاحه الاي تساوي الام على البي او الام ان على البي ان او الام يو على البي يو اي منها، ونوجد العزم الاقصى، اقصى عزم بمعامله تخفيض مقسوما على معامله تخفيض الحمل المحوري، وتساوي الـ MN داش تساوي الـ BU على الفاي في E داش. إذن الداش الـ MN، الـ N هذه نتجت بين الفاي، الـ BU على الفاي تساوي MN، والـ E داش نتج منها الداش. إذن هذا العزم الأقصى، هذا العزم المقصى الأقصى. الـ E داش طبعا معروفة، سبق وتحدثنا عليها. إذا تحققت العلاقة الرو ام الموجود بين الام ان هذه أصغر من الرو ماكسيموم، يكون التسليح مفرد. نعتبر أننا نصمم جسر تصميم كي، نعتبر أن التسليح مفرد، وناخذ الار ان تساوي الرو ماكس في اف واي في واحد ناقصا رو ماكسيموم في اف واي على 1.7 اف سي داش، قانون الار يو، قانون الرو، قانون الار يو، قانون الار يو الماكسيموم. بعد ذلك نوجد نسبة حيل التسليح في المقطع الرو الام والرو، معروفة المعادلات. نصمم كاميرا، إذا تحقق الشرط أن الرو مينيموم أكبر من الرو ناخذ التسليح الأدنى الرو مينيموم، وإذا كانت نسبة التسليح ضمن المواصفات ناخذ الـ S أو الرو في البي في الدي ناقصا تأثير الحمل المحوري. هنا نفس الشيء، ناقصا تأثير الحمل المحوري في كل مرة ناخذ تقصير. أما إذا تحققت العلاقة أن الرو ان داش أكبر من الرو ماكسيموم، فإن الحديد التسليح يكون مزدوج، وفي هذه الحالة نوجد مساحة التسليح الـ AS ماكسيموم تساوي الـ AS واحد رو ماكسيموم في الـ B في الـ D ناقص الـ B على الفاي في F1. نوجد الـ MN1 و MN2 كما بطريقة التسليح المزدوج، والواصل التسليح والـ AS2 يساوي الـ MN2 FY D ناقص D داش. وهذه المعادلة معروفة لدينا من التسليح المزدوج. لا نشيك المقطع على
اشتراطات التسريح المزدوج اللي وجد الـ A والـ C والـ Epsilon C Epsilon Y والـ Epsilon S، ونحقق من أن الـ Epsilon S داش أكبر من الـ Epsilon Y. إذا تحقق هذه العلاقة نعتمد المقطع ويكون الـ ES تنشن EST تساوي الـ ES 1 زائدا الـ ES 2، وأخيرا تكون مساحة التسليح هي الـ ES داش ونقبل مساحة المقطع. إذا هذه الطريقة الأولى لها حالتين. الطريقة الثانية سنستعرضها إن شاء الله في فيديو آخر حتى لا تصبح المعادلة طويلة.